الآن مشاهدينا إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. عودة مرة أخرى إليك شروق. شكرا أميرة وإيمان، والآن جولة رياضية جديدة لأهم وآخر أخبار الرياضة. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من الاتحاد الدولي فيفا بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو بتصفيات كأس العالم، وتقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره البوركيني يوم 7 من يونيو بالقاهرة، بينما يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 10 من يونيو بملعبه في إطار مباريات الجولة 3 والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. هذا ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في أول مباريتين على حساب جيبوتي وسيراليون. حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في ختام الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز. سجل الهدف أحمد سيد زيزو من نقطة الجزاء في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول. بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز 12 في جدول الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز 15 في جدول الدوري برصيد 18 نقطة. أقيمت اليوم منافسات قرعة مباريات الدوري دور 32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024 بعد القرعة التي تم سحبها في مقر اتحاد الكرة، وأسفرت قرعة مباريات دور 32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024 عن مواجهة الأهلي لفريق الألومنيوم والزمالك لفريق بروكسي في مواجهة مكررة من النسخة الماضية. وشهدت قرعة الدور 32 للكأس أيضا مواجهتين بين فريقين من الدوري الممتاز عندما يلتقي زاد مع الداخلية وبلدية المحلة مع الجونة. تخلف نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان امبابي عن حافلة فريقه عقب الخسارة أمام بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، وذلك بسبب اختبار المنشطات، ولم يتمكن امبابي من الخروج من الملعب مع بقية زملائه بالفريق حيث اضطر الانتظار لوقت طويل بعد أن تم اختباره عشوائيا للخضوع لاختبار المنشطات. وتماشيا مع بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان عليه الانتظار وحتى اكتمال الاختبار الإلزامي.